السلام الله تعالى وبركاته. مرة أخرى مرحبا بكم كوزين إبراهيم ريسال. قبل بالبداية نشكر جميع الكومنتات وجميع التعليق الجميلة والمشجعة التي دفع شوية القناة إلى القدام، ومزيدا من المشاركين واللي ما يدخل القناة ديالي يدخل يفعل الجرس يدير أمومو ودخل فعل الجرس وخلي تعليق وشجعنا على ان شاء الله على هذه القناه. ودائما الجديد وللجميع، ونتمنى ان شاء الله تكونوا بالصحه والسلامه. في هذا الفيديو نجي نتقاسم معكم واحد كروسة تكون معمره بمعجون ديال الكاوكاو، معجون الكاوكاو. نوريكم ان شاء الله تعالى كيفاش تصاوبوا، ومقادير دائما تقول المقادير اقتصاديه وبسيطه. فلا بركه الله، عندنا 300 غرام ديال الفرص، عندنا 4 كاس ديال الزيت، جوج معالق كبار ديال الخميره حبوب، الا كانت عجينه تكون 3 على حسب الجو. وعندنا هنايا معلقه ونص ديال السكر، وعندنا هنايا جوج كيسان ديال الماء. الماء يكون دافي لان الجو بارد، الا كان ساخن فهذو الماء عادي ديال الروبيني. وعندنا هنا معجون كما تشوفون هنا، نوريكم هو معجون ديال الكاوكاو كما قلت لكم. دابا نوريكم كيفاش تصاوبوا الطريقه، ولكن هو سهل باش نطولش عليكم الفيديو. فمباشره الزيت ديالنا، عندنا قرص ملح، السكر، بالنسبة للكاس عندكم العبار، الماء يكون دافي. هنا الكاس الأول، وجمعوا الخليط ديالنا. دائما الماء تنقول لكم دائما يكون دائما بتتابع شويه بشويه، ما تدفعش كل شيء. تنشوفوا القياس دابا عندي تقريبا درت كاس ونص ديال الماء. هما يا اخوان عجينه ما خصهاش تكون جاريه، تكون شويه قاسحه لان ديال الكرواسون معروف، عجينه ديال الكرواسون. النص الثاني غير نجمعو العجين، مازال غنديرو ان شاء الله سطح العمل. تقريبا جوج كيسان صافي، جمعنا العجين ديالنا. جوج كيسان، جوج كيسان الماء يكون دافي، وفي حالة اللي كان الجو سخون ديرو الطريقه المعادي ديال الروبيني. بقاو معنا الاخوان، الاخوان كما تشوفوا عليه تقريبا جوج كيسان ديال الماء كافيه باش تجمع العجين ديالنا. صافي تجمعت، حيدوها هيا ورشوها سطح العمل، شويه الفرص، نزلوها عادي شويه الزيت، عجنو عادية.
صافي الاول عمل وتدخل ليها ترتاح واحد المده 10 دقائق تاخذ ان شاء الله. اذا الاخوان بما ارتاح لنا 10 دقائق شنو بحال هنا صافي تبنات عليكم هنا شوفوا عادي شكل عادي سطوع مزيان هنا عندنا بالنسبة للتوراق عندنا 125 غرام ديال الزبدة ديال التوراق كما تشوفوا صوبتها خطفوا منها توراق عادي كما شاركتها معكم في واحد الفيديوهات وتنجمعوا الجناب باش ما تخرج لنا العجين عندنا التوراق ما تخرج لينا بالطريقة هذي وخلا 5 دقائق دائما ترتاح كما قلت لكم التوراق كلما عطيتي العجينة ترتاح كلما التوراق سيطلع ناجح 100%. إذا الإخوان بما ارتاحت لنا العجينة ديالنا كما تشوفوا وتنورقوها بشكل عادي دائما التوراق يكون فيه تصمروا في التوراق التوراق بالنسبة للتوراق الأول هذا هو اللون وانتهي المرحلة تخليه 5 دقائق ولا 10 دقائق هكا ونمشي للمرحلة الثانية. الإخوان بعد ما ارتاحت لنا العجينة ندخل للثانية نفس الشكل بالطريقة هذي ندخل العجينة ديالنا مزيان استمروا التوراق ديالنا
غادي تكون هي الثانيه وتنحصر بها لمده كما تقولوا 10 دقائق بحال هكا نفس الشكل باش الماكله ترتاح ونمشيو للمرحله الاخيره. وهذا اخوان ما المدرسه 10 دقائق يجوا طريق الثابت والاخير نفس الطريقه عندنا ثلاث طريقات علاش باش العجينه تكون ناجحه 100%. العجينه ديال الكرواسون واي مملحه الطرق الا ما كانش يعني 100% راه ما تيطلعش مزيان. هكا تكون عندنا كرواسون ناجحه تكون هي هذه الثالثه ترشموها بعين كما تشوفوا بهذه الطريقه هذه وتنخليوها لمده 10 دقائق ونجيو للمرحله الاخرى. اخوان بعد 10 دقائق ترتاح العجينه ديالنا تكون هي هذه وتنعطوها نبسطوها يعني بشكل عادي الطريقة دي. أشكر مستعطين
تكون الطريقه هذه بشكل مستقيم. هي تلقى ذوق جناب وقدوا الطرف يكونوا نقيين، خرجوا عفوا يكونوا مقادين. من بعد كنجي على الطريقة هذه، الراس على حسب الحجم، الحجم ديال كل واحد الطريقة باش بغاها. هذا هو السر كما تشوفوا، كيف شو يجي باش تعرفوا بان الخدمه مخدومه بهذه الطريقه. هذه شكل سماطي ديال الكراسون، تعرفوا مخدومه بهذه الطريقه. نهدو شويه باش الجناب يكون مقادين، شي داخل شي خارج نو شي يكون مقادين بهذه الطريقه هذه، ونخلوه مرتاح واحد 5 دقائق. إذا الإخوان المعمار تحل لنا شويه هاد الكرواسون سماطي اللي نديرو بهم كرواسون، أول حاجه تبداو من هنايا، أولا تفتحو واحد صغيره من الجناب بهذه الطريقه هذه كما تشوفو بهذه الطريقه هذه. وعاد نديرو الكاكاو ديالنا المعجون، الكاكاو ديال الكاوكاو، نعمرو بها الكرواسون والجناب، وتنجمعو الإخوان. بهذه الطريقة هذه تحتفظوا بها. نجيو التالية بهذه الطريقة هذه والوسط، هذا المعجون ديال الكاوكاو هذا تا هو روعة مما كان، يعني تعطي واحد اللذة جميلة جميلة جدا. شتو هنايا وحطوها، نجيو ثالثة وهكذا نكملو، وتنكملو إخوان باش نطول عليكم ونجروها. أو مثلا كاين واحد الطريقة ديال اليد تا هي مزيانة تجي ساهلة، تجمعو بها وحاولو الأخرانية نسدو بها مزيان الجناب. هاي الطريقة ساهلة بسيطة، يعني في متناول الجميع. هو شوية الإنسان يتبعها المقادير، يشوف المقادير ويشوف التعليمات ويجي سهلة بطريقة بسيطة. شدوا شويه هذا كان صغيره كاع يمكن تشبل مزيان لانها مخدومه. هذا هو السر كما قلت لكم ديال التوراق، التوراق يكون مزيان، يعني يجيو ثلاثه التوريقات وبالعجين والعجينه تجي من الورق ما راكلوهاش. يمكن تجبدوها ناس يمكن تجبدوها بزاف، لانها من الورق ما تقطع ما والو، علاش هيك مخدومه 100%. والكروسه راه موجوده بزاف في المحلات ديال الباتيسري، المحلات ديال البيع بخصوص الحلويات موجودة مشكل كثير. الإنسان يتعلم شوية ويعرف كيفاش يصوبها، علاش ميصوبها في دارو محالو، ينقص عليه المصاريف. وتستمروا بهذه الطريقة هذه الإخوان بلا ما نطول لكم الفيديو.
اذا الاخوان بعد ما كملنا الكروسه ديالنا تاخذوا واحد البلاطه تندهنوا شي زبده كما تشوفوا بهذه الطريقه هذه ونصفوهم ونخليوه واحد شويه تباعد لان من بعد غادي يضاعف الحجم ديالها بهذه الطريقه هذه كما تشوفوا قرب لكم تشوطه وقول الصغيره هذوك اللي العجينه اللي بقات شات لينا عاود نفس الوقت ورقتها وخرجت منهم واحد ربعه ولكن شويه صغار ميني يعني ميني كرواسون ما نضيعوش نجمعوهم هنايا نديروا لهم واحد البلايصه هنا العجينه اللي ضايعه ما ضيعش خرج منهم اربعه كرواسون كما قلت لكم الطريقه هذه كنو كملنا ونخليوهم في واحد المكان يعني سخون يضاعف شويه شويه الحجم ديالهم وعنجيو على المرحله الاخرى اذا الاخوان من بعد ما ضاعف الحجم ديالهم كما تشوفوا تشوفوا نقرب لكم من الكاميرا باش تشوفوا ضاف الحجم ديالهم مباشره نديروا بيضه كامله تظهر من الفوق كنضربوهم مع شويه من الفوق باش ما تطيحش لهم هذيك الخميره ديالهم لان السر ديال هذا الكرواسون هادي تكون بالمعجون ضروري خصها تكون شويه يعني من الفوق ما نحوش نوركو باش ما تطيحش باش يبقى بهذيك الفورمه ديالها صافي نحبسو بار بهذه الطريقه هادي كما تشوفوا وضربوه مباشره للفران ديالنا اللي غيكون سخون ما بين 170 حتى 180 درجه لمده 20 دقيقه صافي ان فوا تشوفوا تيتحمروا خذ اللون ديالهم ديال الكرواسه تنحيدوهم اذا الاخوان من بعد ما 20 دقيقه كما تشوفوا تكون النتيجه هي هذه في الكرواسون اللون ديالها كما تشوفوا وهنا تضربوه من الفوق شويه يعني اللي كان اما لاباج او شويه ديال العسل او اللي كان مربى اللي كاين متوفر وطريقتي الفوق تدعو شو الكوكو مدردر اللي خلاها نورمال يبقى نورمال ماشي مشكل الشكل النهائي هو هذا والاخوان بعدا نستفوهم في بلاطو ديالنا كما تشوفوا بهذه الطريقه هذه هذه كرواسون بالحشوه ديال كما قلت لكم سليفان ديال الكاوكاو معجون الكاوكاو جايبه بعدا نشوفو نقرب ليكم هذا هو اللي بغيت نتقاسم معكم في هاد الليلة هادي عندي الكرواسون
اخلي لكم وحده تشوفوا الحومه كي تجي يعني هائله هائله. ونشوف الاخوان معجون، هذا هو اللي كاين. واللي يدخل الفيديو ما يديرنا لايك وخلينا يخلينا تعليق ديالو باش القناه تجي شويه لقدام. ونتمنى ان شاء الله يخوكم هذا البلاطو هذا بصحه وسلامه وامسيه سعيده، وتلقوا ان شاء الله في مناسبه اخرى.